جماهير الجوية تعترض على استدعاء الهيئة التطبيعية للاعب إبراهيم بايش. نتابع. لكوني رئيس رابطة القوة الجوية، قبل دقائق كنت أتكلم في هذا الموضوع مع الكابتن بايش اللي أعتبر هو بالعراق كرقم ما يستهان به من ناحية الأدب والأخلاق واللعب. بايش كان جوابه باستغراب، يعني العالم كثرة الموضوع يعني أكثر من اللازم، والعالم أخذت الحدث أكثر من اللازم. هو يعني الرجل يقول رديت الدين الفريق الشعبي، رفعت الدريس فقط، لا تعامله معاملة قانونية على شيء مدفوع من قبل احتمال من بعض الجماهير البرة أو العدنة. والله انت لو شوف المواقع التواصل، يعني كان ما واحد متحضر على ابراهيم بايش. ليش هذا الدفاع على ابراهيم بايش؟ لاعب مو ابراهيم بايش مو بس لاعب قوه جويه، احنا بدورنا كرابطه قوه جويه ابراهيم بايش مو كلاعب بس القوه الجويه، لاعب المنتخب الوطني. قرار هو لحد احنا ما وصل اي شيء للاداره، احنا بدورنا كرابطه جماهير نادي القوه الجويه جينا للاداره استفسرنا ماكو هذا الشيء. شيء ثاني، اولا اكو بيان رسمي يعني نزل على موقع الاتحاد. البيان الرسمي اوكي شفنا احنا على مواقع التواصل الاجتماعي البيان، بس هو المفروض اكو اداره واكو سياق عمل صحيح بالصوره الصحيحه. وهسه باح انت لو تشوف المنشورات اللي نزلت بالفيس كلها من جماهير بعض الانديه، بس احنا بدورنا ندافع اليوم عن ابراهيم بايش وندافع عن حسين علي وندافع عن صفا هاد وعن شكو لاعب.